أصبح يقلب كفيه على ما أتلفه الحريق الذي أتى على كل شيء في منزله من أثاث ومال. أطفال يفتشون عن أمل بين الركام، علهم يجدون شيئا من لعبهم تركته لهم ألسنة النيران ليدارون به حزنهم. ولا أنا داري كان نرقد، ولا أنا داري كان ندور، ولا أنا داري كل بيت أنا احترق. كمال علي حميد نزح من حيس بعد أن دمرت القذائف الحوثية منزله ليستقر به المقام في قرية الكداح بالخوخة، فاشتعلت النيران التي لا يعلم لها سببا في منزله المبني من القش والسعف وجذوع النخل، وحولته في غمضة عين إلى رماد. احترق البيت كامل ما فيه خرق، لا هذه الملابس اللي فوقنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أمر ربي. خارت قوى كمال الذي لاحقه القدر حتى مكان نزوحه ليبقيه دون مأوى، تزيده حسرة تساؤلات أطفاله: أين يا ترى سننام الليلة وقد فقدنا كل شيء؟ دمار هائل خلفته النيران التي انتشرت بشكل واسع وتسببت بأضرار مادية كبيرة، عجز الأهالي الذين هرعوا لإطفائها أو الحد من انتشارها وتوسعها بسبب قوة الرياح حتى أتت على كل شيء، ولم تبقي لهذه الأسرة المنكوبة من شيء يقيهم حر الشمس أو صقيع الليالي. من محافظة الحديدة، شرف الشمري، اليمن اليوم.